هذه، لكنه عندنا مشاكل نتاع ماك تعرف الفريق نازل من الممتاز عنده 7 ملاعبيه معناتها ما تمتش المخالصه نتاعهم، عندنا برازيلي أليماو مازال على ذمه النادي، عندنا مليك عسله حارس الجزائري مازال على ذمه النادي، احنا عندنا الحق في 4 كهو. هذاك علاش معناتها انا بالنسبه للملاعبيه اللي جاوني جبت باتو معايا الهداف نتاع الدرجه الاولى سنه فارطه معايا من الكيريه، لكن فريق الحزم استحفظ على مورا بلاعب برازيلي صانع لعب، واستحفظ على تندية إعارة كان للنادي الصفاقسي ورجع للحزم، وعندنا كريم يودا زاد لاعب مثلا الفارطة ينشط معاهم، هذوما معناتها المحترفين فهمت. باهي نتصور كبدت الطموحات كوتشا. أكيد احنا شوف احنا أنت تعرف فريق نازل من الممتاز وفريق معناتها شاف الممتاز وعنده تراديسيون تاع عامين وثلاث سنين في الممتاز، أكيد معناتها مش يحاول اللي ينظر معناتها الرجوع بسرعة، وذاك هو اللي صار معناتها احنا عندنا إيفكتيف قادر باش يمشي لبعيد، عندنا معناتها بريسك 30 لاعب، 30 لاعب فيهم الكاليتي فيهم كل شيء معناتها اللي يحبوا أي مدرب باش يلقاه في الدرجة هذه، لأنه دوري صعيب، دوري معناتها تتغير المعطيات في كل وقت، لكن خويا إن شاء الله معناتها بالطموح وبالعمل وخاصة بالتركيز إن شاء الله معناتها نكمل في السنين الباهية إن شاء الله. ان شاء الله. طموحاتك انت الشخصيه كوتش وقت نشوفك في تونس ان شاء الله، عندك طموحات تدرب في تونس ولا نقولوا وين الخليج وين مقراد ظروف خير ملاعب خير فلوس خير خلينا نقولوها زادة؟ والله شوف كلامك اللي تقول فيه كله صحيح، انا الحمد لله معناتها دربت في فريق الام حمام سوسه، دربت في الممتاز ودربت في الدرجه الثانيه، دربت سكاك الحديد الساقسي الغلوي، وبعد جاتني التجربة السعودية تو عندي بريسك 6 سنين الحمد لله، صعدت بنادي العين صعدت بنادي الكيرية، جربت فرق في الدرجة الأولى، عملنا موسم اكسبسيونيل مع الكيرية كمان الرابع معناتها وكنا نجم ونصعدوا. بالنسبة لي أنا طموحي أنا علاش ليه واحد يخدم في تونس، أنا المدرب مهنته يونيفرسال يخدم في أي بلاد، لكن مهما تكون الإغراءات لهنا موجودة المادية لهنا معناتها الأمور متاع البيداغوجية والأمور اللوجستية كل شيء متوفر، ملاعب من أعلى طراز كل شيء متوفر معناتها من إمكانيات، ما يخطيك زادة معناتها الأمور المادية الواحد جاي لهنا معناتها متغرب زادة باش يحسن وضعيته الاجتماعية، لكن إذا كان نلقى فرصة باهية في تونس أفريتو خويا احنا في الغربة واحد مخلي عائلته مخلي بلاده، مهما يكون اذا كان تلقى حاجه مرتاحه في تونس علاش ليه ان شاء الله ربي يقدرنا ونرجع نخدم في بلادنا علاش ليه. بالنسبه للممتاز السعودي كوتش نجم فهم امكانيه ان شاء الله؟ ان شاء الله اخويا تو احنا بالنسبه اذا كان فما صعود مع نادي الحزم ان شاء الله معناتها الواحد علاش ليه ما يوصلش معاهم، الاكيد معناتها ما نكذبش عليك فما برشا دي كونتاكت يكلموني معناتها دي مانجير معناتها سعوديين ينظروا للخدمة من يتبعوا فينا معنا عامين ثلاثة سنين، الناس كل تحكي تقول عنده إمكانيات المدرب هذا باش يراني في ممتاز في السعودية، الناس كل تقول علينا في الخير، احنا خويا مالنا ما نكذبش عليك ما نحبش نتكلم برشا وما نحبش نحب ديما خويا خدمتي هي اللي تتكلم عليها، لكن كل شيء في وقته باهي فهمتني خويا، احنا تو عندي هدف اللي هو قدام عينيا اللي انا نفوز في اكثر المقابلات في الدرجه هذه ونفرح الناس اللي عطت فينا المسؤوليه، وابريتو خويا نرجع ونقولها راه مش محمد دحمان معناتها راه عندي ستاف كامل خويا سعودي تحيه اليوم الكل نسميهم لانه معناتها عندي مساعد مدرب من اعلى طراز اللي هو حسام سليمه معناتها اخصائي في الملعب واخصائي في الفيديو، عندي اخويا مدرب حراس ممتاز عنده معناتها ستاف توا 3 سنين يخدموا مع بعضنا ولا 4 سنين، محمد علي مسلم معناتها خريج معناتها من مدرسه نتاع الفحص وعنده يمكن 7 أو 8 سنين هنا في السعوديه، محمد البجاوي من اعلى طراز زاد معد بدني واكاديمي، دكاتره معناتها عندي شهاب وعندي الدكتور شهاب وعندي ايمن البناني زاد من احلى ما فما في العلاج الطبيعي، والحمد لله معناتها قلت لك الاداره معاونتنا باش كل واحد ياخذ حقه خويا، خاطر يكذب عليك بعض ساعات الانترونير يحضر كل شيء وبعض ساعات الامكانيات ما تتبعكش الاداره ما تتبعكش، لكن احنا قاعدين ماشيين فرد سنيه معناتها الاداره قاعده معناتها موفرت لنا كل شيء، الاداره تعرف شنو تعمل
احنا ملاقيين الراحه في الخدمه، واكيد اكيد اذا كان تعرف كيفاش تخدم وتفهم الدرجه هذه اكيد معناتها الريزلت تتبع وان شاء الله تقعد تتبع. فهمت؟ هذه وصفه النجاح كوتش، العمل الجماعي كما كنت تحكي واعتراف كبير منك انت بالعمل نتاع العباد اللي تخدم معك، اذا هو هذه وصفه النجاح. ها اكيد خويا اكيد، راه ما فماش واحد ينسب لنفسه النجاح، معناتها راني نخدم في منظومه وتعرف سوا مدرب معناتها يلزم يحيط بناس معناتها قدامه وباهين ويخدم معاهم. اول حاجه عندهم النظره الباهيه، الناس تعرف الدرجه هذه وناس على مستوى معناتها مربوق، معناتها ناس نقول احنا اكاديميه، معناتها ناس متعلمه، ناس متثقفه، ناس تعرف الدومين نتاعها. وما زلنا نتعلم، وانا ديما نقولها المدرب معناتها ديما على ريشيرش، معناتها في العلم ديما نصلحه. ما فماش واحد معناتها بارفي، اذا كان واحد باش ينظر بالنظره هذه ما عادش ينجم يقدم. انا ديما نقول واحد ديما ساقينا في الارض نتعلم، معناتها نستنتج التجارب نتاعنا والحمد لله. معناتها زاد كل هذا فما توفيق من عند ربي خويا. يعطيك الصحة كوتش، بالتوفيق ان شاء الله ليك في بقية تجربتك مع نادي الحزم السعودي، ان شاء الله تتوج بسعود ان شاء الله السنة كوتش. ان شاء الله خويا، بارك الله فيك وبارك الله في اكسبريس افان خويا. شكرا على الاستضافة وسلمونا على تونس العزيزة خويا. مرحبا بك كوتش، ان شاء الله نشوفوك في تونس قريبا. الاخبار مع زميلتي ما عرفش فدوى تركي في الاخبار، فدوى تركي في الاخبار، ورينا وجهك وهذا ما نسيتش. باهي الاخبار وبعد راجعين في فاير بلاي.